السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبحكم بالخير مشاهدينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم، وأصبح بالخير ضيف العزيز جابر المري. ربي يسعدك، مرحبا بك، الله يحفظك. من بطولة التنشيطية لبطولة الطلع، اليوم الثاني طبعا. نعم. أمس كان اليوم الأول وكان عندنا متأهلين اثنين. نعم، حمد بن جابر البريدي وفريق برزان. نعم، الله يوفقهم إن شاء الله، والفال أخوان شمه اليوم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الأجواء اليوم إيش رأيك فيها أخوي براكان؟ جو زين الحمد لله، لهب صحة كامل، ولكن الهواء الجنوبي بيساعد الطير. نطلع فاء الجنوبي دائما سبحان الله هي اللي تجيب المطر، واليوم إن شاء الله متفائلين خير إن شاء الله، إن اليوم أمطار إن شاء الله، والله إن شاء الله يجيبها إن شاء الله. يقولون الشيبان لهبة النكبة يوم بليلة خاطر على الواد المحيل يسير. أخوي جابر لبد شرفي منا، اليوم الهواء تعرف جنوبي ودائما لا تظهر الطير من الموتر، يمكن شوي يلعوز الطير. ما الجماعة مجهزين حالهم ومتوقعين الهواء بيكون شمالي وجنوبي وشرقي وغربي. صحيح. القرناس المعيد ما عليه خوف إن شاء الله. صحيح. الله يوفقكم إن شاء الله اليوم. مصالحهم الحبارة بتنطح الهواء. صحيح. أخوي جابر، بالنسبة للبطولة بطولة العام اللي هي ما شاء الله فريق برزان من الأول إلى الخامس، هم ما شاء الله يعني عندك خمسة طيور لهم. الله يوفقهم، الله يوفقهم. والسنة هذه نشوف أفريقيا جديدة إن شاء الله. فريق برزان فريق قوي وقاعدتهم حلوة. صحيح. يتعبون على الطيور الطيبة ويشترونها ويتعبون في تجهيزها. صحيح. واللي ما يقبر شارب ما يدس. هذا هو الكلام. طبعا امس عندنا تاهلوا شخصين اللي هم فريق برزان وحمد بن جابر البريدي. حمد بن جابر البريدي، ونتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله للمشاركين لهذا اليوم. فريق برزان بالطير طال عمرك اللي هو عند فهد بن سعد المهندي، مرحبا بك، اللي هو غضب، وطير اخوي حمد بن جابر بعد طيب الله يبارك فيه. الله يبارك له، عنده بعد اليوم طيرين. عنده نعم، في أول مجموعة عنده. المجموعة الأولى الطير اللي تأهل العام. ما شاء الله. الله يوفقك. طبعا الحين المجموعة الأولى عندنا اللي هو محطة رقم واحد اللي هو فريق الشقب. نعم. ومحطة رقم اثنين اللي هو أخوي حمد بن جابر البريدي. نعم. والمحطة رقم ثلاثة أخوي صالح أبو شريدة. والمحطة رقم أربعة أخوي راشد الحميدي. والمحطة رقم خمسة أحمد الأنصاري. أبو مهنا الله يحفظه. نشوف في غيابات بس. هذا صالح بن عبيد. أولا. فريق الشقر. هذا أخوي عبيد، مرحبا بك، مرحبا. هذا صالح بشريدة. صالح بشريدة، مرحبا. فيه موتر. هذا أحمد بن جابر. أحمد بن جابر. بريني. أولا. عندنا محطة رقم واحد موجود، محطة رقم اثنين موجود، وثلاثة موجود، باقي الأربعة وخمسة اللي هو راشد الحميدي وأحمد الأنصاري. بالنسبة لأبو مهنا طيره تعبان من أول بارح وهو مبلغني، بس هل هو بيجي اليوم ولا لا؟ تقصد أحمد الأنصاري؟ نعم، عندك الناس طيب ولكن تعب قبل خمسة أيام. لا إله إلا الله. يلا سرعة سرعة.
صالح بن عبيد توه طالع من المحمية اللي هو فريق الشقر. فريق الشقر ربه صاد. اي بشتك الحمد لله يا ربي يوفقك. طلع ثابت ويحب الحبار. العام قد تأهل هو ذا الطير. نعم. الله يوفقنا يا الخير. شبان يقولون البر ما يفعل نهار الغارة. لو هم جاهزين أخوان شما ما جاء. لا ولا تنسى براكان الحين بداية الموسم والطيور اللي توهم شلينها وتعرف واللي ويشيكون عليها شو وش اللي جاهز فيها. أول بطولة البطولة تطلع لهذه السنة. الحمد لله. جاء ربي يوفق أخوان المشاركين. اللهم ولا يخيب رجعنا ورجعهم. آمين إن شاء الله. يتعبون في مشتراها ويتعبون في مقيضها ويتعبون في ترتيب. صحيح. هذا أخوي حمد بن جابر البريدي. مرحبا بك. اللي متأهل معنا أمس. نعم. طبعا نذكر إخوان المشاهدين بالطير اللي تأهل يروح مش للنهائي لنصف النهائي. نصف النهائي نعم. نعم. حجز مقعد. صحيح. عندنا اليوم غيابين اليوم اللي هو محطة رقم 4 اللي أخوي راشد الحميدي ومحطة رقم 5 اللي هو أخوي أحمد الأنصاري وإن شاء الله أن المانع خير إن شاء الله. الله يوفقنا إياهم إن شاء الله. دائما عملية الانتظار هذه الواحد على أعصابه تعرف خاصة لكن ما شاء الله قدهم يعني خايضين ذا شيء هذا وكذا مرة مجربين لكن حتى لو عاد الواحد السنة احنا رهبة. صح. الحين أتوقع أنهم بيفكون الحبارة وفالهم التوفيق إن شاء الله. الله يرزقهم بالحبار العجلة إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله تذكر الرحمن. حلوة ربدة. إلى الآن ما أعطاهم أمر أنهم يفرعون بطيورهم. وحنا بعد والله متشوقين والله يا أبو راكان. الحمد لله لك. إيه والله يوفقهم إن شاء الله. الله يسهل كل امر ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. فعلهم التوفيق ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وما شاء الله ملتزمين باللي هو بالاشياء الاحترازيه. بيض الله وجههم. لابسين كمامات بيض الله وجههم. تشوف الحبارة ترى كان ما نبزال انها كانها تصوت. ركز عليها. سبحان الله. فاقينها من أماتها ومستوحش. الله يرزقها بالقرناس. تنفى بحيث العين. طبعا الكادر اللي فوق يسار اللي هو فريق الشقب أخوي صالح بن عبيد. نعم. واللي تحت من يسار أخوي حمد بن جابر. نعم. ومن يمين اللي تحت أخوي صالح بن عجي مشريد.
جرب يوفقهم إن شاء الله. لا تنسى السنة هذه الطيور تأثرت في مسألة الكمام. شلون؟ كل ما فرع الرجال طيره هو لابس كمام وقع ظهره. تعودت. أقول لك أنا أذكرها الرئيدي جرب يوفقهم. بشرى عطاهم الأوامر بشريدها. شمالي جلي أسلم. الله يوفقهم. بارك من التوفيق يا أخوان شمع. عبارة مشيها زين والتلفت. ما شاء الله طير فريق الشقب في الكادر اللي فوق يسار. ما شاء الله. طير شاف وطير بعد بشريدة شاف. الله يوفق. الله ما أمين إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك من التوفيق يا أخوان شمع. طير فريق الشقب شاف وبيطلع الحين. الله يبارك إن شاء الله. ما شاء الله. طير محط وشايف. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك التوفيق ابو عبيد. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفقه ان شاء الله. طير مساره صحيح و... الله يوفقه ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. طير ترى تياسر عندي انا اشوفه انا مو بشوف الشاشه. تياسر وجنب. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله انه يعدل مساره. ما ظنيتي مو بصوبة. الطير عود وراه هنا. الله يعوض. الطير شاف يا أبو ركان شاف لكن طلع يمكن يوم طلع ضيع طلعة. يا أبو ظافر لو أنه طالع لها ما صفق ما عليك. لا الطير هو يوم شوي تزين عندنا إنه شايفها لكن شوف إيش اللي لده منها. و الله يعوض. معاوض أخوي صالح. من عبيد هذا هو فوق نشفه. ايه شوفه. عندنا شافه بركة تزين الطير وزان وجهه وحتى ما حط انا قلت خلاص شاف لكن انا متأكد انه ضيع طلع هو الجنوب ينسفه وضيع طلع. اشهد لها مبروك هذه الاحبار يا بركة. الله يوفق. ما شافت الطير. ما شافته والله قامت تكسر الخطوة والله. ما شاء الله. الله يبارك. الله يعوضها. الله تبقى معنا محطة رقم 2 اللي هو حمد بن جابر البريدي وصالح أبو شريدة ومحطة رقم 3 أخوي صالح أبو شريدة. فالهم التوفيق إن شاء الله. نطمح أننا نشوف متأهل في كل مجموعة بإذن الله إن شاء الله. بركان اكيد انك دشت وقنصت في قطار ولفوت السنه ذي تعبانه ما هو بمثل العام. يا رب لك الحمد. هذه كتبت ربك سبحانه. صحيح لكن قلت لها الحين يومين الدف الحين واليوم بعد اليوم الله يذكرون اليوم قويه اليوم للربع الحين يقصونها جنوبينا وحنا بعد يقصونها جنوبينا. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. اللهم امين ان شاء الله. مسك الطير. اي مسك الطير. حرص المشارك على دعوان الطير بسرعة شهادة تحسب له لأنه يحسب الوقت لربع اللي وراء. هذا العبارة استعجلت. طبعا في الكادر فوق اخوي حمد بن جابر البريدي واللي تحت اخوي صالح ابو شريده. فالهم التوفيق. الله يوفقهم ان شاء الله. والحبارة تحركت. حبارة ما مرة على الكيف. مشيها زين. الله يوفق. صالح القرناس ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. شوف الطيور راكده. ان شاء الله. ان شاء الله. طير لا كفته مو بانه شايف الطير. اخويا رشدان مرحبا. اللي
اللي مع أخوي حمد بن جابر كان أبو سعيد ولا لا؟ نعم أبو سعيد. الله يوفقه. جعله يسلم كاسر السيد عشان ما يبي ضايق الطير وبيض الله وجيهم. الطير البريدي ما شاء الله عينه ناشبة في الحبارة. صحيح. بس ما بعد حق طلع. هو. ما صفه وجه. هو المرجح إنه هو اللي يطلع اللي هو طير البريدي طير بشريدة. عجل. يتلفت ولا بسم الله. بسم الله ما شاء الله تكره. ما شاء الله ما شاء الله. تشت... ما شاء الله تلك... ما شاء الله. ما شاء الله تكره. هذه يدلي. تشوف الحبارة تلقط. سبحان الله. طير إن شاء الله مسار إنه إن شاء الله إنه صوبها. الله يوفق. الله يوفق. لا يتياسر لا تياسر أفا تياسر أجنب. قام ضيع طلعة قام يرق وصوبه مو وجهته مو بصوب الحبارة وجهته صوبنا. لا لا الله يعوض. اليوم الطيور هذه ثاني طير نفس نفس دبرة فريق الشقر. سبحان الله. تطلع ولا قد هذا عودت أجنبت. سبحان الله. الحبارة مفلية. فلي حبارة مرة على الكيف. معاوض خير أبو جابر. الله يعوض. الله يعوض أخوي حمد بن جابر البريدي هذا متأهل معنا أمس. بيبقى طير أخوي صالح بشريدة فالله التوفيق إن شاء الله. التوفيق. أتمنى إن شاء الله من ذا المجموعة إن شاء الله أنه يطلع متأهل فيها إن شاء الله بإذن الله. صوت على الطير والطير نطح له نطح له ولا هو بصوبه. لا إله إلا الله حي ذا العين ما شاء الله أذكر الحق. كل الوقت الحين عند اخوي صالح ابو شريده يعني ما بعجلها على قولتهم كل الوقت كله له تعال ربي يوفقه ان شاء الله. وطيره هو براكد ما ادري لكن ان شاء الله انه يكون الحين ان شاء الله انه راكد ويطلع ان شاء الله. فله تاهل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الرجال ذا من الساعه 5 هو هنا محضر هنا تعال ربي يحفظه ان شاء الله الموقع تعال ربي يوفقه. اللهم امين ان شاء الله. احترام الوقت نعمة. صحيح. من أفضل العادات اللي يعتادها الرجال. الطير لأن الظاهر أنها مسكة لكنها راح تعرف أجنب. أه. نحر الهواء عادة. أتوقع أنه ما مسكوا إيه لا هذا. لا عادة. هذا هو كأنه داوي. أي داوي بشيء. حول على طبعا. ما هو بحول إلا بحميمة ولا تلوح ما. يلعب يلعب الطير هذا كم ما تبو شريدة تبين من احنا نشوفها جرب يحفظ. اللهم امين ان شاء الله. القرنيس الله يحفظهم جرب يرزق الناسهم. اللهم آمين إن شاء الله. لا إله إلا الله
نحرك الهواء شوي. تحرك شيء بسيط. هذا أخوي عادي للوقت بعد خمس دقائق شيء طيب. بيض الله وجهه. العبارة أبو علي خذ الوضعية. حارب. إن شاء الله تكون رحمة. والله كريم الله. الله يوفق. يطرحها في عينه إن شاء الله. الله يوفق إن شاء الله. الله يوفق. إن شاء الله تكون رحمة. معترضة لها العبارة ما شاء الله. إن شاء الله لها في عينه إن شاء الله. الله يوفق. حولت السوق. هي تدور العيش لا بتخوف وبتلقط. لكن إن شاء الله نشوفه عاد هارب أوضح له. هي واضحة عندنا في الكادر لكن بالنسبة له يمكن بينه وبينها شيء من الحزم. بس الطير الحين أركض منه قبل شوي. صحيح أركض وإن شاء الله النبي طير كأنه يقنص الطير. عينه ناشفة فيها. عينه ناشفة وإن شاء الله. لكن ما بعد صفى وجه. شاف إن شاء الله نشاف إن شاء الله. فارك التوفيق أبو شريدة. والوقت اللي عنده. ما عليه. إحنا حارسين عنه يخلص بسرعة. صحيح. ما شاء الله تكرر حظ. ما شاء الله. صح. الطير كنا شاف الطير بشكل ما شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله. هذه دليل. هذه دليل. هذه دليل. إن شاء الله نشاف. ما شاء الله تكرر حظ. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يوفق عسى مساره زين ابو ظافر. والله مساره زين ان شاء الله. ان شاء الله انه زين ان شاء الله هو نبي. الله يوفق. الله يوفق ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفق. الله يوفق ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه دليل. مسارة طيب إن شاء الله وعلى وجهته إن شاء الله. ما شاء الله تكرر. شفت شوف الطير عينه يا أبراكان. بيه. الحبارة شافته. إيه شافته. ما شاء الله تكرر. ارتفع جيد الله يبارك. ايه. طير إن شاء الله إنه قرب منها إن شاء الله. الله يوفق. الله يوفق. شوف سبحان الله الحبارة هو الحبارة تشوفه لكن الطير إلى الآن ترى عندي إنه ما شوف عينه مو بنشبتين فيها. لا لكن شوف الحبارة يعني هارب وتشوف الحبارة حتى تكبر وهي هارب. لكن تمنى إن شاء الله نجي في عينه الحين إن شاء الله. الله يوفقه إن شاء الله. الطير تشوفه يكسر يكسر هناك عندها هو قريب منها أتوقع مو بعيد. فرصة له أن يشوفها. الله يوفقك أبو علي. سبحان الله الحبارة حتى الطيلة قده في التكاية تشوفها. يا ربي لك الحمد. خلق ربي. احنا الحبارة أكيد إنه عاد هارب. راج الطير. يروج الطير من شوي ويروج بس إنه أتمنى إن شاء الله نجي في عينه إن شاء الله. هذه على الكيف الحبارة عز الله على الكيف. لكن إن شاء الله أنا في عينه. بإذن الله. الطير حول بس ما أدري شو حول. لا عاد. عاد فوق. عاد يروج الطير وقده قده منها شرق للجنوب مو بحولها الحين. شوف الحبارة والله قبل شوي كانت تكبر قرب من هذا الحين ما. الحبارة عز الله أنها مرة معطيت على الكيف لكن تمنى إن شاء الله كنا شافها. لا مو بحولها
معاوض معاوض اخويا صالح وشريده طير عزرة طير قرب منها والدليل قامت تتكبر وهي هارب اللي ما يكتب عسر أمنت الحين أول مجموعة احنا كنا نتمنى أن يطلع منها متأهل الله يوفقك ولكن قدر الله بما شاء فعل. معاوض خير ابو علي الفعل الاخوان شم ان شاء الله جزاهم الله خير على السماح صحيح عشان أول النهار عشان تفك الشمس احترك الهواء شيء بسيط الظهر أخوي صالح ما مسك طير إلى الآن هو شرقية موقع لك لا إله اليوم درجة الحرارة 24 جنوبية شرقية سرعتها 17 كيلو متر في الساعة الله يعطينا من خيرها كيف نشرها إن شاء الله اللهم آمين هذا الربع اللي هم في المجموعة الثانية للمجموعة السابعة يجهزون عمارهم نتمنى إن شاء الله ما فيها غياب إن شاء الله اللي موجودين الحين في السناح اللي هي المجموعة السابعة نعم بس تعرف يجهزون المجموعة الثامنة عشان الله يوفقهم ما يصير تأخير
لا مسك الطير اشوفك انه حول عليه اليوم. ما نزل ما نزلنا اليوم شرف سكي تعرف يسعدك. بخصوص بركان المجموعة الأولى الإحبارة يعني كان يعني سهلة للطيور وعطتهم على الكيف، ولكن احنا كنا نتمنى شيء يطلع منها، لكن كتبت ربك فوق كل شيء. صحيح، هذه يعني هذه الإحبارة اللي هي اللي فكوها. شوف إحبارة ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله على كل حال. ما كل من داش توفق. صحيح، بعضهم معه طير طلع وراكت ويتعدى الجوهي فيه. صحيح، تعرف أول بطولة تقام للطلع السنة هذه، تعرف أكثر طيورتهم اللي توهم مرتبينها يعني. لا ما عليك، بعض ربعنا بعضها خلوية والله توها مشرية، بعض الربع قد خذ له تمرين حي. شوف هذه يوم هذه يوم اقول لك انها تلفتت على الطير، شوف تكبر، شوف هي شافت الطير هي، ولكن الطير ما شافها. فارها القرناس ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله، هذه ما يحتاج يغيرون، هذه مبروك هذه. الله يوفقك، الله يرزقها بالطير المبارك. الله ما في ان شاء الله، هنا مسرعية ويفرحنا. ربح حيد العين، غريب انها سارحة شمال ما انطح للهواء. شوف السوم. ايوه صار لان المواتر، شوف المواتر جنوبيها، فهي خايفة من المواتر ومشمل. لا إله إلا الله، أمنت يوم جاءت الطمان وبيردونها. طبعا الحبارة دائما لا بعدت يردونها للمسافة اللي هم يبون. بيض الله وجهه. طبعا هذه المجموعة السابعة، أخوي حمد بن محمد بن علي بريكان. مرحبا، جاء سالم سعيد في الفردوس وكل مسلم في المحطة رقم واحد ومحطة رقم ثلاثة اللي هو فريق الشقب، يطلع في الكادر الحين. هذا فريق الشقب. نعم. كان أبو عبيد اللي ذا ولا لا؟ هذا توقع أنه علي بن راشد الشفيع. علي بن راشد وعندك محطة رقم أربعة اللي هو علي عبد القادر حسن النعيمي. مرحبا أبا. مرحبا. عندنا غياب في محطة رقم اثنين اللي هو أخوي صالح الكواري، ومحطة رقم
5 اللي هو اخوي جاسم الكواري. جرب يوفقهم ان شاء الله. اليوم غايبين اليوم البكوار اكيد عندهم شيء من الحبالك لانها لفت قويه اليوم. ربي يحفظهم ان شاء الله. اللهم امين. ربي يحفظهم. الله يوفق كل دايج. اللهم امين ان شاء الله. طبعا هذه المجموعة السابعة في الكشف والمجموعة الثانية لهذا اليوم. نعم. فالكم التوفيق أخوان شما. براكان شوف عن البشره من الهواء كنا قام يحتذك شوي بطاعة الله سبحانه. يضر يضر المشاركين ولا لا؟ لا ما جاء الهواء اللي يضر الدايج. صحيح يضر الدايج الهواء اللي معه سافي. لا احنا نتكلم الحين مو بالدايج، نتكلم عن الطيور اللي مشاركه الحين. انت 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 هنا دايج. ايه. انت هنا دايج وحبارك مضمونه ما انت بدايج بالعزم. تعرف دائما الطير لا طلع من الموتر خاصه لقد الواحد الهواء. يعني انت تتكلم عن دابر يمكن الطير انا لاحظت ان الطيور تشوف لكن لا طلعت تضيع طلعها. بضافر وانت ادرى الطير اللي بيجي بهرعيه وبيسجله وبتعنابه وبيشتط لو مو بكفو للسنح ما جاب، ولكن يبقى التوفيق ربك هو الاساس. كل الطيور طيبة الله يبارك، لكن تعرف هم كأول بطولة فيبون يشوفون مستوى الطيور. يمكن إن بداية البطولة بدت أمس بالرغم أن واليوم اليوم ثاني الطيور دي كلها قاصة، الطيور مجهزة مع أن في بعض الطيور قد تأهل معنا سبحان الله. لكن سبحان الله ما اللي ما يكتب عسر في كل المسابقات تلقى فيه شيء مؤهل لكن ما اسمع حالف الحظ. بركان يعني يمكن قل الحبارة الحين تعرف خاصة العلايم الناس الحين خاصة أول بطولة عندهم توهم داشين محمية الجنوب يعني ما يمديه يطلع يعلم طير على، فيمكن البطولة اللي بعدها يمكن بتشوف المتأهلين أكثر. هذا باب تكلم عنه دائم ان مساله شح الحباره في السوق القطري امر مزعج. فهم الحين مضطرين هم يعلمون عليها على بط يا على دجاج الحبش ذا، واكثرهم الحين قام بعد يتفنن في يصبغون صبغه يعني. والمشكله انك اذا ما لحقت على طيرك ولحق في الريش المصبوغ يثر عليه بالله يثر عليه. صحيح لان هذا اشياء كيماويه بعض الطيور حرس، ولكن هو البديل اللي موجود. صحيح. لكن بركان الحين إذا أنا بدرب طيري الأفضل لي كل يوم أخليه يطلع كل يوم يعني دعوة يكون طلع ولا لا ولا دعو؟ بعض الطيور أنا وظافر ما عندي لطير واحد ما عندي شغل أوديه كل يوم. صحيح. بس الطلع ما هو بالأساس، الطير اللي ما معه لياقة والطير اللي ما صحته بزينة مو بنف عينه مي بنف عزري. صحيح. يلقد لياقة مي بقوية. ولقد بهواء شمال قوي. ممكن مو مكمل. مستحيل. صحيح. يا تعبط. أتمنى من أخوان القائمين مثل ما وفر الحبارة في المحمية. في المحمية وفرها في المسابقة. توفر للأعضاء كل شخص مشارك في جمعية قرنص. صحيح. أنا أدري إن أبو ظافر عنده بطاقة مشارك ومن السوق قير حق قطر المعروفين اللي أنا على يقين إن لو عطت الحبارة ما راح يعرضها في السوق. صحيح.
إذا ما استفاد منها أعطاها خاله أعطاها عمه. صح. وتكون بسعر رمزي. أنا بعد أيدي كذا الكلام. عندنا أتوقع أن فيها جاسم الكواري. مرحبا بك. أتوقع أنها حضر. مرحبا بك. هو يا جاسم الكواري ولا ما حد بيفيدونا هناك أو 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 أخوي صالح علي النعيمي. لا علي موجود. علي موجود؟ إيه. لا نتكلم يا صالح يا جاسم الكواري واحد منهم. حمد بن بركان موجود، فريق الشقب موجود، وعلي عبد القادر موجود. نعم. جاسم الكواري عجلهم. يعني عندنا الغياب بس صالح الشيخ. صالح الشيخ نعم. عسى المال خير إن شاء الله. طبعا هذا اخوي جاسم الكواري مع رشدان بن عبيد. مرحبا بابا. مرحبا يا ابو احمد. صار بس عندنا في الغياب اخوي صالح الكواري اليوم حط رقم اثنين. اتمنى ان شاء الله من المجموعه ان شاء الله في طير متاهل ان شاء الله. الله يوفقنا ويعم الخير. رفيقتنا ولا بدلوها؟ لا بدلوها. حبارة ذي راكدة مشي هزين وعطهم الأوامر أنهم يفرحون. الله يوفقهم إن شاء الله. فاركم التوفيق يا إخوان شما. طبعا من الكادر فوق يسار أخوي حمد بن محمد بريكان. مرحبا. وعقبة فريق الشقب. نعم. اللي هو اليمين. ها اليمين فوق ولا تحت؟ لا لا تحت يسار. اللي تحت يسار. نعم. واللي فوق يمين اللي هو علي عبد القادر النعيمي، واللي تحت يمين جاسم الربيع. جاسم الكواري. فالهم التوفيق ان شاء الله. فالكم التوفيق يا اخوان شمع. ان شاء الله. الله يوفقكم. الله امين ان شاء الله. صار حج نور ما شاء الله سبحانه. طير اتوقع طير اخوي حمد بن محمد بريكان اللي في الكادر يسار اللي طلع طير الشقب. طير الشقب ما ظنيت انه طلع مشوي، كانه يكبخ الطير ولا هو، لكن اتمنى ان شاء الله. فاركم التوفيق. اللهم امين ان شاء الله. هذه دليل. شلون متوجه صوبها يا ابو ظافر؟ والله المسار ان شاء الله انه صوبها. جعل ربي يوفقه ان شاء الله. الطير كان عود الطير. الطير عود. والطير يا ابو ركان اشوفها انه مو باللي الطير اللي شايف. سبحان الله. الطير من اول ما فتح بطل برقعه هو مو بصوبه. الطير جاينا صوبنا وجهته جنوب ولا هم على وجهته، هي الحمارة شمالية. مع بعض الخير يا اخوان شما. هو اخوي
علي بن شبيه اللي فاك الطير. نعم. استغربت انه هده اللي واضح الطير مو بشايف. اللي ما يكتب عسر. لكن بعضها ترى قده خابر لقدك مرتبه خلاص من يوم يطلع على وجهه لين يشوفها. هذا الحين الترتيب الجديد الحين يا ابو ركان. خاصة يعني اللي يشارك بطولة الطلع. أبشر بشوار فسكي يا بعدي. مرحبا بك. شوف الطير يمسح المصور يا بركة. الله يبارك. عطاها الكف قريب منه. هذه عادة بالبطيء. شوف الحركة الحين اليوم مسح مصورنا. شوف الريشة هذه من ملوح. شلون بركان؟ بعض ربعنا إلى قده يدعي الطير بالملوح ما يحس بحساب طول الخيط. صحيح. فيلتات على جناح الطير يطيح بعض الريش يغدي فيه مثل بهك. صح. الله يسعدك. كم خرجنا مر على راح الكاميرا من شوي. معاوض اخوي فريق الشقب اللي هو اخوي علي بن شفيعة. علي بن راشد الشفيع. تبقى معنا اخوي حمد بن محمد بريكان واخوي علي عبد القادر النعيمي واخوي جاسم الكواري. طبعا الوقت يردونه 5 دقائق. نعم. لإعادة طبعا مرة واحدة. جزاهم الله خير.
لا إله إلا الله. شوف الحين الهواء عادها جنوبية شرقية سرعة 17 ما تغيرت. أخوي بركان إن شاء الله في منا اليوم الأجواء اليوم تساعد الطير اليوم ولا؟ تساعد ما فيش جو صحة والحمد لله. شوف دائما افرقه اكيد ما يدش الا بطير انه داري انه جاهز الطير 100%، لانك تتكلم انت فريق مش كشخص، اكيد يعني انهم ماخذين كذا طير وشخلين الطير الطيب فيها ومتعنين الطير ابو ظافر وشارينه ويدخل فيها بعد واسطه خلصنا الطير الرجل بعد بعضهم يتقطن في الطيور. صحيح. انت كسقار من ضمن مجموعة، المجموعة هذه تهيئ نفسها وتحط لها قاعدة وتلزمها تكاليف، وهم جاهزين للتكاليف، جاهزين للمادة وجاهزين للتعب وجاهزين للوقت. عامل الحظ والتوفيق فوق كل شيء. الله يوفقهم إن شاء الله. وأنا على يقين والكل يعني يدري أنه ما جاء في ذا السنة إلا جاهز. إن شاء الله أننا مجهزين إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقهم إن شاء الله. هذه العبارة تبقى الكادر اللي فوق يسار أخوي حمد بن محمد بريكان، واللي تحت يسار أخوي علي عبد القادر النعيمي وأخوي جاسم الكواري اليمين. فعلكم التوفيق يا أخوان سما. الله أمرهم يفرعون بالطيور والوقت 5 دقائق. بيض الله وجههم. لا أبو ضاحن اللي مع النعيمي. قربت من السناح. أتوقع أنهم بيردونها بيردونها لازم لأنها قريب من السناح.
الحين أخوي براكان بالنسبة لتدريب الطلعة الحين، هل هي عملية سهلة؟ ما في شيء هين بظافر، يعني الواحد تنصح ياخذ له فرخ ولا ياخذ له قوي؟ لكذا يبي يدش على المسابقة هذه بيشتري له طير، ما يبي ياخذ طير جاهز، يبي هو اللي يرتبه. هو الجاهز ما هو بجايه بسهولة، بيجي أكيد أغلى يعني. بالله غالي، لأنك ما أنت بدافع فلوسك على بظافر إلا طير مشروط. بس أنا ببدأ من الصفر، أكيد إن فرصة الخلوي أكبر، ولكن توفيق ربك في كل شيء. بعض الفروخ ما شاء الله عليه من سنته وهو لقن وراكد على التكاء. شوف أخوي ناصر عليه السلام يبدل الحبارة، بيض الله وجهه. ربي يسعدك، ربي يسعدك. هذه الحبارة إن شاء الله أعطهم أمرهم يفرحون بطيورهم، ولهم التوفيق إن شاء الله. فاكم التوفيق يا أخوان سمع. ما شاء الله. شوف الطير اللي في الكادر تحت يسار. لو طير أخوي نعيمي علي عبد القادر النعيمي. ما شاء الله سبحانه الرحمن. طير ما شاء الله صبطت عيونه وظهرنا شكلنا شاف. لكن الحبارة تعرف ما شيها. بالعدال تمشي، ما هم اللي توهم فاكينها، لكن تطلق الحين بتمشي. ما شاء الله ما شاء الله، طير بالربيع، طير الكواري ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه دليل، هذه دليل، ما شاء الله تبارك الرحمن. عسى صوبها يا ابو ظافر ان شاء الله. نصوبها ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفقك، الله يوفقك يا ابو احمد. متيامن معلي، متيامن احترافية، متيامن وان شاء الله انه ما يتيامن واجد. هذه دليل، هذه دليل. حبارة مشيها تعرف صعبة على الطير، لكن نتمنى ان شاء الله انه الطير ترى مشرق يا ابو ركا، مو بصوبها. تيامن حيل يعني؟ تيامن جدا، لكن اتمنى ان شاء الله. لكن ما ظنتي والله طير شرق ولا هو على وجهتها. الله يعوض، حول. لا مو بوجهتها، هو طير راح شرق وحبارة شمالية الى الغرب. يبي حمام زرقاء. معاوض اخوي، معاوض اخوي جاسم بالربيع الكواري. طير والله كنا شايف، لكن شوف ايش اللي شبت في عينه شيء. وطير هذا هو الحين يشدد وظهر نضيع طلعة، لكن هو بعيد مو بقريب منها، ترى هو شرق جدا. والحبارة ذي يعني مو هو بطالع الا طير نادر حيفاله. اي نعم، طير لانها مشيها حذرة جدا، خطوتها قصيرة. اي نعم، حتى لو بركان مشاركته مجرد يعني يتأقلم طيره على وضع السناح، وبعضهم ترى اول مرة يجون، يعني يبي يعلم طير على السناح، يتعلم من الحين، ياخذ وحتى راعي الطير ياخذ فكرة عن المسابقة. الأغلبية ربعنا مجهزين هم السناح، كل واحد حول مدعى، هل الشمال شمال وهل الجنوب. بسم الله بسم الله بسم الله. الجهاز طح، بس الحمد لله أمور زين. الشاشة بس عشان الهواء، هواء جنوبي اشتد شوي. لا لا لا
تشوف الهواء كأنه زاد 18 كيلومتر في الساعة. قطعت الله سبحانه. زين دائما في الجنوبية الشرقية والشرقية تجيب المطر. الله يجيبه إن شاء الله، الله يوفقنا الخير الأخوان المسلمين. اللهم آمين إن شاء الله. أن هذا مسك طيرة ولا لا أخوي جاسم بالربيع؟ بيبقى عندنا اللي هو أخوي حمد بن محمد بريكان، وبيبقى معنا أخوي علي عبد القادر النعيمي. والوقت المتبقي 4 دقائق في الرهبة الطيور. شو تلقط؟ ما شاء الله. وش تأكل؟ اللي براك اللي تاكله ذا وش ذا؟ سبحان الله ما قربت الشاشه منه. اتوقع انه شيء من النبت، ما اعتقد يعني. الا طاير من مكان دعسه موتر او شيء وتحرك مع الهواء، ثمامه صغيره ولا. لكن صعبه على الطيور يا براكان، حبارة واقف وتلقط. ما هي صعبه ان شاء الله، ما هي صعبه إن شاء الله. نشوف أخوي علي عبد القادر يبي يطير ربه يشوف قدام. ربها تخلي ذا منها وتكمل طريقة عشان الطيور تشوف إن شاء الله. تنطح الهواء الحين إن شاء الله يغيرت رأيه. الظاهر أنهم سبحان الله يوم قدهم يبرقعون قدها. الحمد لله. اي لكن ما عليه، هم يبون الزين لهم، يبون الشيء اللي. طبعا بتكون هناك إعادة للوقت اللي هي 4 دقائق. جزاهم الله خير. وبركان اندل هذا وش يدل عليه الحين؟ الجماعة في اللجنة شهادتنا فيهم مجروحة، مهم من ذا السنة. صحيح. يعني بعدين ما نقول أخطاء، العثرات اللي قد مرت تم معالجتها مباشرة. صحيح. القائمين اللي موجودين في الحزم ما ينطرون حد يعطيهم تعليمات في المكتب. صحيح. الله يوفقنا وياهم الخير. اللهم آمين إن شاء الله. والله
من سبب نجاحات المهرجان وبالذات الطلع اللجنة القائمة كلهم صقاقير يعني خابرين خابرين كل شيء. نعم شوف الحين اتوقع انهم جاهزين. الوقت اللي تبقى تقريبا 4 دقائق يعيدون نفس الوقت اللي بيعيدون لهم. الله يوفق. هذه إعادة على الأشياء اللي صارت اليوم، لقطات هذا أبو عبيد أول ما صحيح ما شاء الله. هذه الحبارة هذا أول ما سرحت هذا الطير اللي قرب منها بس ما الله وفقه. هذه يومها تكبر وهي نعم. هارب قدها قريب لكن هي شافت الطير لكن الطير نعم. هذا الطير اخوي صالح ابو نعم. شريده نعم الله يوفق الله يعوض ان شاء الله. شافته قامت لكن قدر الله بشافه. اتوقع انهم يبدون الحبارة هنا.
تبقى معنا أخوي حمد بن محمد بريكان اللي محط رقم واحد، وأخوي علي عبد القادر الهيبي. كل التوفيق أخوان سمى. طبعا الوقت عادوا لهم الوقت 4 دقائق و11 ثانية باقي لهم. بيض الله وجه. وفالهم التوفيق إن شاء الله. أعطاهم أمر المفرحهم بالطيور. اللي فوق بن بريكان واللي تحت اللي هو النعيمي. فالهم التوفيق إن شاء الله. الحبارة ذي مشيها زين وإن شاء الله. طير اخوي علي عبد القادر العيمي طير يقنص. الله يوفقك. هو الارجح انه هو اللي بيطلع. ما تدري يا ما طير مكوش. نعم. وظهر لكن حنا باقي معنا تقريبا 3 دقائق. فيها بركه. فيها بركه ان شاء الله. لكن ما شاء الله على طير. بعد طير اخوي حمد بن محمد الحين قام يقنص طير، بس ما بحب التفات. قام يلتفت على يلتفت يمين. اي هذا دليل حرام سايفه. لا هي بشرق ولا هي بشمال. ما شاء الله الطير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نشوف الطيور ان شاء الله. باقي معنا تقريبا 2 دقيقة ونقول كل التوفيق يا اخوان شمع. طير ما شاء الله ما شاء الله. طير اخوي علي عبد القادر العيمي هادي دلي طلع هادي دلي. نتمنى ان شاء الله ان الله يوفق. الله يوفق. عسى توجيهها سليم يا ابو ظافر. الى الان ابشك مساره طيب. الله يوفق. وصوبها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله يوفق. الله يوفق. يستاهل ابو احمد فعله التاهل ان شاء الله. طير قام تياما والحين عود يسار ما شاء الله تبارك الله. ربما تياما واجد ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. طير شرق الطير يا ابو راكا. لكن اتمنى ان شاء الله انه يعود على المسار الصحيح. قال عمره فوق لكنها شرق شمال والحين قامت ياسر. اتمنى ان شاء الله انه بعد ياسر بعد جدة. ما هو بصوبها طير وجهته طال عمرك وجهته جنوب. معاوض خير ان شاء الله. يكسر هناك شوف والله. ما شاء الله غل عمره فوق سماء والله. شوفه هناك حول الديره. الله يعوض. نشوفه في الكادر ما شاء الله. وربها شكلهم دعوا الطير دوا قام مره رقد على جناحه.
قلت أخابر الدعو قال لي بيبقى أخوي حمد بن محمد بريكان الله يوفقه إن شاء الله. الله يرزقها بالقرناس مسيرها الهواء الهواء يضربها كنا ممنة سايفة لا شرق ولا شمال. هذا أخوي حمد بن محمد لكن الآن ما حطوا الأوامر يطلع الموتر للموتر هذا اللي هو أخوي النعيمي هذا ما طلع منه من معاوضة خير أخوي جاسم بن أحمد اللي بشوي طير العيمي اخوي علي علي بن عبد الله نعم علي بن عبد الله عبد القادر أكيد إنه قرب منها الموتى عشان يردونها تعرف بعضها إني يبعد لا بعدت يردونها بيض الله وجهه. أخوي بركان نشوف بعض نشوف بعض الطيور تشوف لكن لا طلعت ضيع الطل. وش الأسباب اللي تخلي الطير يضيع طلع؟ الهيفية اللي هو الهواء الجنوبي الشرقي سبحان الله تأثيره على كل البهائم، تأثيره على الطير وعلى الناقة وعلى الغنم السارحة حتى على البشر. صحيح يعوم اسمه القانص. نعم لكن حنا في المسابقة الطيور دائما مجهزينها متعودة مجهزينها نهدها والنهار ونهدتها للنهار ومجهزينها للسناح وعامل الهواء ذا شيء بيد ربي سبحانه. ولكني أنا أتوقع كل الظروف وأدعي فيها. شفت الهواء شمالي دعيت وشفت الهواء جنوبي دعيت وشفتها قبلي دعيت علشان يتعود طيري على المظهر. صحيح ومن يوم يطلع خلاص قد عارف الوجهة. نعم بعض الطيور إلى الله إلى الله هدى حتى لو تعرقل في مطلعه من الموتر ولكن يسنع عمره. صحيح باقي له دقيقة و 50 ثانية إن شاء الله فيها بركة إن شاء الله ونتمنى لها. هذا أخوي حمد محمد بن بركان محط رقم واحد ولا بقل له توفيق أبو محمد.
وصلنا في الدقيقة. أتمنى إن شاء الله أنه يطلع إن شاء الله ونشوف الطير. الطير راكد الله يبارك. دخلنا في نص دقيقة. بارك التوفيق. ان شاء الله بس ان شاء الله نافعين ان شاء الله. ربه يطلع قبل لا ينتهي الوقت. الطير شايف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله روح اطلع. ربك تطلع قبل لا ينتهي الوقت. الطير شايف ان شاء الله. تركنا شاف الوقت. الوقت معوض معوض اخوي حمد بن محمد عز الله. المجموعه هذه ما شاء الله يعني اللي عادت فيها واجد واحنا كنا نتمنى ان شاء الله. لكن يا ربي لك الحمد. نعم. هذه المجموعة بعد الثانية اللي هي المجموعة السابعة والمجموعة الثانية لهذا اليوم ما في شيء منها تأهل. تبقى لنا ثلاث مجموعات. الله يوفقهم إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله. أتمنى من الله سبحانه. لا إن شاء الله بشر بالخير إن شاء الله. فيها كذا فريق ونتمنى إن شاء الله لهم واللي مشاركين بعد معهم. هذا اللقطات صالح بن عبيد. ربي كتب لها عمر ان شاء الله ان عمرها بيزول في ذي المجموعه ان شاء الله كريم. اول ما قرب منها الطير وهي شافته لكن الطير عينه مو بصوبها. الطير تلفت الثامنة إدراجي ونشوف فيها ثلاث أفرقة اللي مشاركة في هذه المجموعة. ما شاء الله متقيدين بالكمامات لا للسواق ولا اللي وراه. الله يجزاهم خير. طبعا هذه الإعادات لقطات لهذا اليوم شفاء الحرمة. لكن ما جانا والله
المطر اللي يسقيها سندية. الله يرزقها إن شاء الله بالسيل. لكن متفائلين خير إن شاء الله الأيام هذه أسبوع هذا. الله كريم. أمطار إن شاء الله قوية إن شاء الله. شوف الهواء والله زاد يا بركان قد الحين سرعة الهواء 22 في طاعة الله سبحانه. عادة جنوبية شرقية ودرجة الحرارة مثل ما شايفين على الشاشة 25. أتوقع أنهم بس الغياب أتوقع في واحد اللي هو رقم 3 يمكن. رقم 3 بيكون فريق جلعة. جلعة اللي هو العام سمينا فريق ركية اللي هو بقيادة أخوي سعيد بن حمد المحشادي. الله يوفقنا وياهم الخير. لا إله إلا الله. طبعا هذه المجموعة الثامنة اللي هي المجموعة الثالثة لهذا اليوم. المحطة رقم 1 أخوي فهد بن جاسم الكواري، وهذه المحطة رقم 2 اللي هو أخوي صالح بن عبيد. صالح بن عبيد فريق الشقر رشدان. طبعا المحطة الثالثة عبيد اثنين مرحبا بهم. هذه اللي هي فريق برزان محطة رقم 5. الله يوفقهم إن شاء الله. الغياب طبعا في محطة رقم 3 اللي هو فريق الجلعة اللي هو ما حضر اليوم. البندغام ما صوره. لا بيجي الحين لأن عادة هم يركبون الكاميرا. محطة رقم 4 اللي هو أخوي حمد بن سيد بن حمد بن ضغام النهيمي موجود. مرحبا مرحبا. هذا أخوي حمد بن سعيد بن حمد بن ضغام النهيمي على التوفيق هو ربه وأخويا اللي معه.
اكلنا بالعياش اللي معه. ايه جرب يحفظه شباب في اللجنة يسحب السيت ولا يتحرك ولا ما يبي يشوش الطير ولا يبي يلهي. الله يجزاهم خير. اي والله بيض الله وجهه. طبعا هذه المجموعة الثامنة في الكشف والمجموعة الثالثة لهذا اليوم. نعم. أتوقع يجهزون العبارة عشان الظاهر فك الحين إن شاء الله إنه جاهز. أتمنى إن شاء الله من ذا المجموعة إن شاء الله نطير يتأهل إن شاء الله ويفرحنا ويفرح رعيه بعد. أعطاهم أمر أنهم يفرحون بالطيور الوقت طبعا 5 دقائق. عبارة مكوعة أمورها طيبة العبارة. الله يوفق. تفلى كل التوفيق يا أخوان شمع. طبعا من الكادر فوق أخوي فهد بن جاسم الكواري يسار، والكادر اللي فوق يمين
فريق الشقة مضبوط. نعم ما شاء الله ما شاء الله. بقيادة أخي صالح بن عبيد. نعم. واللي تحت من يسار أخوي حمد بن سيد بن دغام النهيبي. مرحبا أبو مرحبا. واللي تحت يمين فريق برزان. مرحبا بهم جميعا، جرب يوفقهم. الله يوفقهم إن شاء الله. لا يا في الريشة. اليوم شوي عالي، اليوم ربها شوي تبدل خطوه شوي، لكن لا هي في الريشه مضيق عليها الريشه. الله يرزقها بالقرناص اللي يريح. ما شاء الله، شفت فريق الشقب اللي فوق القادر فوق صبطه. الله يوفق شباب، لكن تعرف ملتهي في الريشه. ما شاء الله ما شاء الله. اشكر هادي دليل فريق برزان. هادي دليل هادي دليل الله يوفق الله يوفق. ما شاء الله اشكر حمد. ما شاء الله اشكر حمد. بشري بظافر تبنى ان شاء الله، لكن عسى متوجه الطير والله بساره مو بصحيح، لكن نتمنى ان شاء الله انت ياسر. ان شاء الله انت ياسر ابشر بالخير. يعني رايح شرق رايح شرق شمال والحين لا والله الطير مو بصوبها. لا إله إلا الله يعوض. طير طير قام انت ياسر عود عود كنا عود الحين. إن شاء الله يبين. إن شاء الله نكمل ما قام يكسر الأمور طيبة إن شاء الله. كل التوفيق لإخواننا فريق برزان. مبسوط. لا فالحبارة ذي شوي صعبة على الطيور. ملتهيت في الريشة. ايه. خطوتها قصيرة. هذه الحبارة ذي تراها تشوف الطير. لكنها صعبة عليه، صعبة ولا هو شايف لأنها مخشب ولا يبلي تمشي، صعبة عليه. شحنا الحين ضيع طلعة ويشدد. الله يوفق. بس انت تشوفها قريبة من مسارها ولا بعيد؟ لا والله مو لا والله بعيد مو بقريب، لكن طير الظاهر انهم دعوة اتوقع. معاوضين خير يا اخوان شمع. خلي يخرش على بها الطير. اتوقع الحين لو يفكونا مرة ثانية يمكن تستعجل. اي لا لا الحين تروح الحين. بقى معنا اخوي فهد بن جاسم محمد الكواري ومحطة رقم واحد ومحطة رقم اثنين اللي فريق الشقم صالح بن عبيد. نعم. ومحطة رقم أربعة أخوي حمد بن دغام. والله بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق إخوان شمع.
طبعا كالمعتاد في الإعادة دائما يردون لهم الوقت 5 دقائق بيض الله وجهه مرة واحدة، والمرة الثالثة لا الوقت المتبقي بيض الله وجهه. لا إله إلا الله. دائما أخوي برا كان في أي بطولة أول بطولة حتى هم حتى الفريق نفسه يعرف الطيور وش الطير اللي عنده جاهز وش الطير اللي يتأهل البطولات الجاية وش الطير اللي يمسكه. حتى عندك في مسابقة الدعو ياخذ له 20 طير ياخذ 30 طير صفي وصفي منها ولجأ أول دعو أول سباق بيبين هنا بعد يبين عنده يعرف الطير مستواه مع وين مستواه مع ذا الطيور مع طيور ذا العالم مع طيور الأفريقية مستواه وين هل هو فيعرف الطير اللي بيمسكه والطير اللي العملية مية بسهلة تعب خسائر وقت يعني الشباب كلهم موظفين الله يخبر رجالا رجعا طبعا التأخير مشاهدين بسبب السيارة تعرفون في المكان فيبونها بس لين تروح عشان يفرعون بطيء عشان بعض الطيور بتنشب عينه في ذا الموتر ذا. فنشكرهم إن شاء الله على
وإن شاء الله أنهم جاهزين. الله يوفقهم إن شاء الله. الوقت 5 دقائق وينتظروا الأوامر أنهم يفرعون بطيورهم. فرعوا والله يوفقهم إن شاء الله. طبعا في الكادر اللي فوق يسار أخوي فهد بن جاسم الكواري، والكادر اللي تحت يسار اللي هو فريق الشقب صالح بن عبيد، واللي تحت يمين أخوي حمد بن ضام النعيمي. مرحبا بكم جميعا يا إخوان شمع، الله يوفقكم. ما شاء الله تبارك، عندك فريق الشقب ما شاء الله، طير أخوي صالح بن عبيد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، طير بإذن الله هادي دلي طير إن شاء الله، أنا شايف إن شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، طير مسرحم الله يوفق بإذن الله، الله يوفق الله يوفق ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، بشر بالخير هذه دليل الله يوفق. طريقة الطير يطير ويصف هذا ما يبي يضيع طلعة، والله يبارك الله فيه إن شاء الله، وابشر بالخير إن شاء الله يوفق بإذن الله إن شاء الله، الله يوفق هذه دليل هذه دليل ما شاء الله تبارك الرحمن. عسى مسار زين إن شاء الله، أنا مسارة زين إن شاء الله، لكن حبارة شايف الطير لكنه راج يروج، الطير أشوف أنا بالدربيل يروج لكن وجهته جنوب، وإن شاء الله سبحان الله ان شاء الله ان شاء الله انه ما يضيع طلع الطير شايف، لكن اتمنى ان شاء الله انه ما يضيع طلع الطير. حبارة هارب خرب يا ابو الله يوفق ان شاء الله، الله يوفق الطير مضيع طلعه، ونتمنى ان شاء الله نجي في عينه ان شاء الله. لا توقف ربع حولها بس، لا والله مو بعيد طبعا، قالوا البطولة إذا وقع قريب منها له الحق أنه يدورها ويقومها له، لكن لقد المسافة بعيد صعبة حتى لو ترى والله طلع شايف والله، الله يوفق الله يوفق، لكن يمكن بركان ارتفاعه ما خدم الطير، لأن الطير بسوحل الطير ما ارتفع ما هي الحبارة بركان، شوف البرج عند البرج عند البرج ايه، والطير وقع شيء بعيد مو بقريب اللي ما يكتب عسر. لقطات لهذا اليوم دائما سبحان الله الجنوبية من يوم يطلع الطير شوي تعسر الطير وحتى يضيع طلعه، لكن بعضها اللي معيد عارف ذا الأمور كلها قد خابر ذا يغل عمره فوق، والارتفاع الطير يشيخ على ثنتين، على تأمين صيدته وعلى سرعة حوالته لا دو عليها،
ولا تنسى عشان ما يضيع طلع عشان نعم. يشوفه لا ارتفاع نعم. طاحت الهواء خشبت هذه عادة لقطات اليوم مثل ما هو واضح معنا في الكادر الطير راح لأبو عبيد عشان يقبضه ومعاوض خير والفعل إن شاء الله الأخوان شما اللي باقيين في الصناح بالتأهل الطير كان طلع جيد و جزاهم الله خير اللجنة القائمة أعطوا المتسابقة فرصة دقيقتين معاوض خير يا أبو عبيد معاوض خير أبو عبيد نعم كثر الدايج عليها وخمرت لا إله إلا الله
اخوي بركان ربيت شغله من الحين. بقى اخوي فهد بن جاسم الكواري الله يوفقك، وبقى اخوي حمد بن سعيد بن ضغام. نعم له فريق الشقب وفريق برزان، ما الله وفقهم طلعت ديورهم بسم الله. اليوم ما شاء الله نشوف كثر الاعادات واللي هو والطيور اللي تطلع ولا تشوف، لكن عقب تضيع طلع والهواء زاد بعد. الهيفيه معروف الجنوبيه دي الشرقيه صح لها تاثير، لكن توفيق ربك فوق كل شيء ونعم بالله ان شاء الله. نشوف طير صالح بن عبيد فريق الشقب ما شاء الله مسرحه حلو، بس انه راجدون في نص المسافه الظاهر انه ضيع طلعه، ولكن الحبارة والله اشوف انها يعني مو بالصعبه. لا هذه تبقى 4 دقائق 31 ثانية. نعم. بركان الله يوفقك وفيها بركة إن شاء الله. يا رب لك الحمد الله يوفقهم إن شاء الله. طبعا اللي فوق أخوي فهد بن جاسم الكواري مرحبا، واللي تحت الكادر أخوي حمد بن سعيد بن ضغام مرحبا. مرحبا أبو خاشم ما شاء الله شوف الله طير بن ضغام ما شاء الله طير بن ضغام كنا شاف إن شاء الله. الحبارة ذي عز الله أنا على الكيف الله يوفق، هذه ما لها عذر الطيور كلش نهائيا. الله يوفق الله يوفق. كادر فوق الله يوفق شاف الطير تمنى ان شاء الله ما بعد صفى وجه طير يحقق ولا طير بعد بدغام طير بدغام عينه هنا اشبه فيها لكن تمنى ان شاء الله ان واحد من ذا الطيور يطلع ان شاء الله كل التوفيق لاخوان شمع ويصيدها الله يوفقنا ويعمل خير ما شاء الله ما شاء الله. هارب ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طير بنت غاب كنا شاف ان شاء الله الله يوفقهم الله امين ان شاء الله. مش بلد الحبار يا بركان ولا صحيح ولا جاي لا لا مسايفة قده بيطلع طير اخوي فهد بن جاسم الكواري عقب هون باقي معنا تقريبا دقيقتين نقول ان شاء الله فالكم التاهل يا اخوان شمع الطيور كلها ما شاء الله ما شاء الله زين انا ما هدل لك كاف ختام لا هو بخاس بطير لكن ما شاء الله الحبار عز الله لها هالكيف لكن اتمنى ان شاء الله انه واحد باقي معنا دقيقه ونص فيها بركه ان شاء الله طير بن ضغام شايف ما شاء الله ما شاء الله هذا دليل ان شاء الله ان شاء الله هذا دليل هذا دليل الله يوفقه ان شاء الله عسى مسرحه صوبها ان شاء الله ابشرك انه صوبها ان شاء الله تعافي العافيه ابو سعيد ما شاء الله تبارك الله يوفق الله يوفق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن هذا دليل هذا دليل الله يوفقه الله يوفقه باذن الله ان شاء الله بإذن الله بساره صحيح يا أبو ركان أبشرك جعل فيه العافية أبو سعيد وبإذن الله إن شاء الله بيكون هذا أول متأهل ما شاء الله بإذن الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن طيب ما شاء الله والحبار الله يوفق ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الله يوفق
بالخير، ابشر بالخير ان شاء الله. بشره وضفره وضافر ما شاء الله قرب منها مرت على قامت تشحل التواير. ما شاء الله هذه الحلبة طير ما شاء الله. ما شاء الله اذكر الحون ان شاء الله. ما شاء الله اذكر الحون اذا قريب منها ان شاء الله. الله يوفق الله يوفق. هذا ما شاء الله قريب الحظ طيب. ما شاء الله اذكر ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفق الله يوفق. يا هذه دليل يا ابو سعيد يا هذه يا دليل ما شاء الله تبارك الرحمن. اي لا العبارة تكبر ما شاء الله تكبر وهي حذرة دنقت براسها لكن الطير داوي ما شاء الله تبارك الرحمن اخمرت. اي لا ان شاء الله يا الله ربي كريم ما يضيع طلعة يا هذه دليل قريب منها ان شاء الله. الله يوفق قامت قريب قريب انا قريب منها. اي قريب ان شاء الله ان شاء الله الطير ما دام يسهم ما يبي يضيع طلعه وانا متاكد باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انه مو بقع الا فوق راسها باذن الله ان شاء الله. قريب قريب منها المسافه ما يبين عندنا بشراكه الطير الطير مطيره الثاني ان شاء الله انا شايف. الله يوفق الله يوفق هذه دليل ربو بسيد حولها هذه دليل. مثل راح يعطيني شف دمنا يا هذا والله الله يوفق والله اتمنى له التوفيق انه افرح ما انه يحول عليها ان شاء الله. الله يوفق الله يوفق. اشكر مخرجنا على الحركه هذه يعلمنا وين مكان الحباره السهم هذه مخمر في الحرمه شمال الهرم وصعبه على الطير لقدها مخمر لكن نتمنى ان شاء الله انه ابو سعيد يقومها له. هذا بعبشر بعدي هذا دليل هذا كفاية يستاهل 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 أبو سعيد أول متأهلين معنا لهذا اليوم فرحنا الله يفرحه يا أبو سعيد حيفعله الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله رحمن ما شاء الله كل التباريك لأخوي حمد بن سعيد بن دغام نعيمي يستاهل عز الله يستاهل أول متأهلين معنا اليوم والفال الأخوان شمل اللي وراها إن شاء الله نشوفه يوم وقع وله ببعيد منها قريب منها وضيع طلعه وشافها مرتفع الطير لقن الله يبارك الطير لقن ورعية حظه جيد الله يوفقه. استاهل حمد بن سعيد بن دغام النعيمي أول متأهل معنا في المجموعة الثامنة اللي هي المجموعة الثالثة لهذا اليوم هذه الإعادة لطير أخوي حمد بن أدغام ما شاء الله تكره الله يبارك الطير ما شاء الله من يوم سرحه مساره صحيح جاء ربي يبارك فعلها النهاية إن شاء الله بإذن الله ولكن الحبارة أخمرت وقد خشبت وعقب شافها وطار المطير الثاني يوم وقفت يوم الله يوفق شفها شفها يوم شافت الطير واخمرت في الهرمه وعينها صوب الطير عين اخمرت شمال جنوبيها هنا بتعود بتخمر شماليها انا وقع
وزين انها وقفت له يوم وقفت شافها سبحان الله. فرحنا ابو سعيد الله يفرحه باول متاهل معنا لهذا اليوم من بطوله الطلع البطوله التنشيطيه في موسم 2020. هذا وله ببعيد منها وضيع طلعه. دائما الطيور الضايف يا ابو ظافر صحيح، لكن بعض الطيور اذا ضايف له حرص، صحيح حرص على الدوجة، حرص على انه تفكر، حرص على بعضها تقبل عليهم حتى تدعيه ما يجيك. مقطع سالفة كلام الخير ابو ركان، حتى يوم طار ترى الحبار عادها مخمر، انا احسب انها وقفت له ترى عادها مخمر وراح لها شافها الله يبارك فيه. تعرف العافية شاحنة الحين وقفت له ما شاء الله. والله انا قد تروعت اللي ممكن هم جايها هاب منها ولا قرنيس بعضهم يخليها على راحتها عقب طال عمرك يحول عليها. تعرف العافية قرنيس ومعيد. تعرف العافية ربها طلعها حيها ابو سعيد. لا اكيد اشوفها نازل من الفريز حسب حساب القرنيس اللي عقبها. صحيح هذه سرعة الريح عادة 22 جنوبية شرقية ودرجة الحرارة 26. باقي عندنا حامد بن جابر برغم من الصباح كان موجود. طبعا هذه المجموعة التاسعة اللي هي المجموعة الرابعة لهذا اليوم، ونشوف غيابة توقع محطة رقم 3 وإن شاء الله أنه موجود. لا الصباح كان موجود. موجود بس ما أدري هل هو بيشارك بالطير هذا ولا هذا طير جديد. الصباح أنا قابلته يقول هذا الطير الثاني طير جديد. لكن بيشارك ما يعني إن شاء الله اليوم معه في السيارة. هذا سعيد بن طالب منخس محطة رقم 2 اللي هو مرحبا سعيد بن طالب يستاهل مع أخوي بضاعن. محطة رقم 4 أخوي حمد بن صالح المري مرحبا بن عبدة أخوي فريق الشقب لكن مع الصورة مو ما عرفت اللي هو محطة رقم 5 يمكن يكون علي بن ناصر واضح في الشاشة عندنا. باقي اللي هو باقي سعد كريم. سعد كريم الشمري رقم 1. سعد كريم. سعد كريم الشمري. نعم. يا مرحبا يا اخوان شمة، فالكم التوفيق ان شاء الله. مرحبا مرحبا. بارك لأخوي سعيد بن حمد بن غام النعيمي يستاهل أول مسهل الله يوفقه الله يوفقه إن شاء الله فرحنا الله يفرحه والفال أخوان شم إن شاء الله بإذن الله ربي يحفظه.
هذه الإعادة الطير أخوي سعيد بالدغام. الله يبارك ما شاء الله عليه. الطير من يوم طلعه هو الطير شايف الله يبارك، وضيع طلعه يوم قرب منها وهي كانت مخمر صعبة يعني على الطير، وطار وهي عادها مخمر. نعم ضايفها وعينها لها الله يوفق. شمال الحرمة عقب افترت وجد جنوبية الذل ما أه؟ الذل ما نجى الحبارة. نعم من الموت هذا الشيء هذا موقع وقع جنبها والله ولا هو بعيد. الله يوفق. مبطى يا بركان يوم وقع. لا مبطى لا. شوفها شوفها في الحرمة. شوف. ما شاء الله سكرها. الله يوفقك. تعرفي العافية. أخوي سعد الشمري. سعد كريم. نعم. الشمري محطة رقم واحد. الآن أخوي حمد بن جابر البريدي ما حضر بالرغم من الفترة الصباحية مشارك مجمع الأولى يمكن الطير مهم جاهز. كان الهواء قام يزيد هذه المجموعة اللي هي قبل الأخيرة، باقي مجموعتين اللي هي هذه والمجموعة العاشرة. الله يوفقهم. اللهم آمين. في ترشيحات يا أبو ركان وبقوة لأخوي سعيد بن طالب المخس المري. الله يوفقه. الترشيحات مفتوحة. صح. الترشيحات ما تجي من فراغ. لو الرجال ما هم شايفين وقعها في الصفا ما تكلموا. صحيح. بعض الطيور مخبور مقنص به. ولا حضرنا على هددة. الأول فعل يكفنك رجال.
ابتدى الوقت اللي هو 5 دقائق وفرحوا بالطيور الله يوفقهم إن شاء الله. طبعا من الكادر فوق يسار أخوي سعد الشمري، واللي تحت يسار أخوي سعيد بن طالب لخس، وفوق يمين أخوي حمد بن صالح المري، وأخوي فريق الشقب اللي هو في الكادر تحت يمين. أحبارة مشيها زين الله يوفقهم إن شاء الله. ما شاء الله على طير أخوي فريق الشقب ما شاء الله اللي في الكادر تحت يمين، طير إن شاء الله اللي شايف إن شاء الله طير شايف الله يبارك، شايف الطير ورعيه كده بخص ما هدى الله يبارك. يتحدى على أول كاف خلال، لكن إن شاء الله أتمنى له التوفيق إن شاء الله. الطير متياسر متياسر ولا هو مساره إن شاء الله ننتهي من إن شاء الله. لا ما هو بصوبها الطير متياسر جدا. أتمنى إن شاء الله الطير وجهته غرب جنوب والحين جنب والحبارة عادها الحبارة الشمالية، لكن الطير أنا والله عندي أنه أول 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 كفخة له ليت رعيها هكه طير شايف 100%، لكن أتمنى إن شاء الله توفيق ومعاوض. الطير قام يكسر كان يتوق والظهر انه شايفها وكفخة الطير اول ما به شايف، لكن مسكها راعية هو بخص اكيد فيه، لكن ثاني مرة ودي انه ما هدى لان الطير كفخته مو بصوبها. اتمنى له التوفيق. هذه المبروكة هذه معشوقة كل قانص. تبقى معنا اخوي المحطة رقم 1 اخوي سعد الشمري، واخوي سعيد بن طالب المخس، واخوي حمد بن صالح المري. اخوي براكان الظاهر اللي في فريق الشقب الظاهر انه اخوي علي، ها اللي عند ما انتبهت له والله. لا إله إلا الله، الله يعوض. الله يعوض. الطير ترى قام يكسر هناك، لكن الطير الحين عود، ما أدري عاد هو وجهته صوبها ولا لا. الطير هنا كأنه داوي.
والله عاده يروج يروج وبعيد مو بقريب. شوف الاشياء واضحه. اي بعيد مو بقريب هناك اشوفهم انهم هناك قريبين مو بحولنا. تعدى الحبار وتعدى الدنيا كلها. معاوض معاوض اخويا فريق الشقب. عود لو دفه الهواء روح ولا ربه يجعل التلوح ذر يكسر. يبي له حمامه لا يا لا بيحول ها يحول. والله قام يزيد الهواء طاعت الله سبحانه. لا اله الا الله كأنه بيوقع على الشيب. لا لا دون ايه. طبعا الطير اكيد انه مستبعد يا بركان. الطير اللي يروج كذا مره خلاص يكسر بعدين مو في اتجاهها ايه. الله يعقله ان شاء الله. هنا كان مع طير ثاني ولا لا لا ما عاد شفنا يكسر الطير يبي له حمامة. بركان بنتكلم عن موضوع الطيور السنة ذي الوحوش في قطر. ما شاء الله واجد السنة ذي كل انطرح كل انطرح لا غرب ولا شمال ولا جنوب. انت السنه ذي كان فيه نزح للطيور بصوره ملحوظه يعني عندنا وفي الكويت في البحرين وفي المنطقه الشرقيه وفي الساحل القبلي في ابو ظبي. الله يوفقنا اياهم ارزاق. تكلم في قطر تكلم فوق يمكن 60 طير المطروح جعل فيه العافية. يعني شيء طيب أول سنة يعني بكثرة الطيور يطرحونها. هذه مكرمة إلهية. الحمد لله. لكن ما تلاحظ أن لا كثر طرح الطير تقل الحبارة نسمعها عند شيباننا عند بعض شيبان لكن مهم مقياس. الحبارة في الأسبوع الحالي عبرت على الخليج بصفة عامة. العرب هدوا في الكويت هدوا في الشرقية هدوا في الوسطى هدوا وفي الرملة هدوا وعندنا بعد الحمد لله هدوا. يعني من يوم الجمعة إلى اليوم احنا جاك كم اتصال انا داني كم اتصال اسبوع ذا ايه اليوم نتكلم عن اليوم صحيح. اليوم اللي عندنا في سيلين وفي الجنوب ثلاث اللي تم الإعلان عنها غير ربعنا اللي يهدون ولا صور. الله يوفقنا وياه. يمكن اتوقع يعني هجرة الطير لما يهاجر مع هجرة الحبارة يمكن يمنعها لا توصل يحول عليه يصيدها. خلنا اقول لك على شغله وانت تهجر يا ابو ظافر الحبارة معبرها في الليل والطير معبرها في النهار. الطير ما يعبر في الليل. لا لا مستحيل. يقول قد في تصوير فيديو طير هاد في ليل.
هاد خلني أقول لك هذه تعتبر صفة بسيطة جدا، لما سايقه جوع ولا سايقه هواء يعني مو في الأغلبية. لا لكن بالفطرة أغلبية الطيور ما تعبر إلا في وضح النهر. الحبارة هي بالرغم من مسارها واحد، مسارها علميا من 2800 إلى 3500 متر ارتفاع، ما شاء الله. يعني الطير والحبارة والقوسية ولا الكرك والرهو تراها أقل منها. سبحان الله. لكن براكان لفوة الحبارة معروفة دائما هي في ليل، صحيح. لكن بعضها يقطع يطير متأخر، وعادها في نص البحر تطلع الشمس عليها، عادها ما وصلت المكان اللي تهز من أي جزيرة. أي ولا قد ما بها جزيرة. سبحان الله معبرها على خط مسار واحد. أغلبية ربعنا اللي يقنصون لدجور في الصفري تلقاه على خط سير واحد، وكل أسبوع قال أبو ظافر صاد، كل يومين قال أبو ظافر صاد. يعني في ناس يقولك لا أبو ظافر مظهرة من المحمية، لا لا الجهرية. بعضها تعرف يجي يطير مع بعض، واللي القوية تعدى، واللي مو الردية تجي تكسر من دون. صحيح. دائما حتى الواحد لعين الحبار قال لا أخويته أكيد أنا حولها، أكيد أنا تعدتها، أكيد أنا كسرت من دونها. نعم ولا تيامنت ولا تياسرت. قبل أسبوع تصويرها في الشرقية على السيفتة. صحيح. الصباح بدري. صحيح. على السيفت هارب. الله يوفق كل دايج. هذا بالنسبة للمسار اللي من الحبارة إلى محطة الطلع وقف المتسابقين. شوف المسافة، ترى المسافة مو بقريب يا برك، ولا يطلع إلا الطير الطيب. الله يوفقهم إن شاء الله، ولا جاء أخوان شمل لهم متحزمين، جعل ربي يوفقهم إن شاء الله. فالعالم يحسبون المسافة ترى قريبة يا بركان، الكاميرات تعرف كاميرات تقرب الشيء، ولا ترى مسافة مو بسيطة كيلو. تكلم عن كيلو 500. نعم طبعا. طبعاً بركان مثل ما تشوف بهسافي السافي قام يظهر للهواء شو قام يزيد. صحيح. فاللجنة الله يجزاها خير تبي بس تنتظر لين يصفى الجو. بيض الله وجهه. وعقب يعطونهم أمر إنهم يفرحوا بطيورهم. بيض الله وجهه. مثل ما أنت شايف 24 كيلو متر في الساعة. نعم. 17-24. ودرجة الحرارة 26. الجو زين له. نعم. لهم حار بارد زين، لكن في الهواء بس احترق زاد 7 درجات تحرك من 17-24. شوف الحمامة اللي فوقنا يا بركان قاطعة. هذه عادات ولقطات عامة الحدث اليوم، ما شاء الله. هذا خرب هارب. السهل الممتنع. هذا الله يوفقنا وياه بخير ان شاء الله.
إله إلا الله. طير أخوي بالتغام الله يوفقك، أول متأهلين لهذا اليوم، تعرفي العافية، ويستاهل الناموس. الله قام يزيد الهواء يا بركة. نعم أنا عجل دفننا. سبحان الله. ندش البرنامج ونشوف اللي هو برنامج الطقس، شوف الهواء هل هو يزيد ولا زايد بيتم على ما هو عليه، او يعني 20 بتصير السرعة، يعني هذا اقوى شيء للحين اللي هو الساعات 9:30. سبحان الله، هذا اقوى هواء. والرأي للجنة يشوفون لا مختار الا الشيء اللي مصلحة المتشارك. بيض الله وجهك وجهه وجهك يا أبراك. رجع ابو عبيد الله يوفقك، لحق الطير ابطا والله، الطير لانه حام وابعد ابعد ما هو ابو عبيد ولا علي بن راشد؟ الظاهر انه علي بن راشد، علي الظاهر. طير فريق برزان اول ما طلع بناخذ فاصل وان شاء الله راجع لكم ان شاء الله.